النهارده ذكرى ميلاد الفنان سراج منير، احد عمالقه التمثيل في مصر والوطن العربي، وواحد من ابرز الوجوه اللي عرفتها السينما المصريه والعربيه، وقدم مسيره فنيه طويله جدا وصلت ل 140 فيلم. تعالوا نتعرف على ابرز المحطات في حياه الفنان الراحل سراج منير. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سراج منير، أحد عمالقة التمثيل في مصر والوطن العربي، قدم خلال مسيرته الفنية 140 فيلماً. يعتبر الفنان سراج منير قاسماً مشتركاً في كثير من الأعمال الفنية خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات. نجح في تقديم العديد من الأدوار خلال مشواره الفني، واشتهر بتقديم أدوار الشخصية الحكيمة أو الأب الحريص على عائلته، وكذلك كانت له بعض الأدوار الكوميدية الشهيرة، بالإضافة إلى أدوار الشر التي نجح في تجسيدها ببراعة. كان الفنان سراج منير عضواً في فريق التمثيل خلال فترات الدراسة حتى المرحلة الثانوية، بعدها سافر إلى ألمانيا لدراسة الطب، وفي ألمانيا وقع في غرام السينما وشارك في عدد من الأفلام الصامتة هناك، لكنه عاد إلى مصر قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. لم يكمل سراج منير دراسته للطب في ألمانيا وهجرها من أجل التمثيل، وقرر العودة إلى مصر بعد أن تلقى دعوة من المسرح للوقوف على خشبته. تعرف سراج منير على المخرج محمد كريم أثناء تواجده في ألمانيا، بعدها انضم للعمل في فرقة الفنان يوسف وهبي، كما عمل مع فرقة الفنان نجيب الريحاني المسرحية، وشارك خلال مسيرته في 138 عملاً فنياً بين السينما والمسرح. قدم سراج منير مسيرة فنية حافلة بالعديد من الأعمال التي لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في العالم العربي، ولا تزال محفورة في أذهان محبيه، ومن أبرزها تمر حنة وسيدة القطار.